بسم الله. اليوم 13/1/2024. المكان هذه دار القايد عيسى بن عمر العبدي. هنا هذه الأسوار ديال دار ديالو. نعم، هذا القصبة أو تيم تيقولوا لها دار القايد عيسى بن عمر العبدي، اللي هو حكم في 30 سنة اللي قبل الحماية. 30 سنة اللي قبل الحماية كان حاكم لمنطقة عبدة. هذا الصور للقصبة الداخلية، وهناك صور خارجي. هذا الحاج صابر، هذا من أحفاد القايد عيسى بن عمر، هذا من الأحفاد ديالو. أي ها؟ اي، هذا الصور الخارجي للقصبة. هذه كانت شبه مدينة. هذاك الاخر ديالها. اي، هنا هو شي. نعم، هو يعني الصور كان هذا في الحقيقة يجب الاعتناء بهذا الموروث التاريخي او لحماية الذاكرة الوطنية، لان هناك ذاكرة وطنية بالنسبة لهذه المنطقة. على ما يحكى على القائد اللي كان ادريس بن عمر العبدي، ضباط الامن في المناطق كلها. إيه، لانه في الوقت اللي كان له سبب في ذاك السلطه اللي كان يقوم بها، لان هناك كان تسيب، وكان يظهر، كان معروف منطقه السيبة، وكان هو يمثل المخزن في هذه المنطقه. للاحداث عليكم ان ترجعوا للتاريخ وتعرفوا القصه ديال القائد إدريس بن عمر العبدي. هذا الصور الخارجي لهذه المنطقة، وهذه القصبة الداخلية. كاين شي طريقة باش ندخلوا نصوروا؟ ندخلوا. يلا صافي.